وليد بن صوفي فالشافر عبد الستسك اللي رغم ما شيخ أبو باسك recited a portion of the surah مؤمنون chapter 23 of the glorious Quran followed by the surah Buruj chapter 85 surah Nasr chapter 110 and finally surah Al-Fatiha chapter 1 أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Thank you.
أولئك
ما أنشأنا
فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولكم فيها منافع كثيرة
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون في المؤمنين
إنه كان توابا الذين أنعمت عليهم.